واخيرا بعد خير وطول انتظار ايباكس ليجند موبايل نزلت لنا الابديت اليوم، نزلوا لنا 300 ميجا برجع بعدها 100 ميجا، فتقريبا الابديت عباره عن 400 ميجا بايت. فان شاء الله يا اخواني كل الابديت يعني يحسن اللعبه، في تفاصيل كثير بدي احكي عن الابديت بعد الفاصل. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا ونرجع لكم فيديو جديد عن ايباكس ليجند موبايل. رح نحكي اليوم عن الابديت وعن الباتش نوتس بالابديت الجاي اللي حينزل اذا الله راد بكره. اذا المره بتشوفنا على يوتيوب متابع ايباكس ليجند موبايل تقدر تحط لايك وسبسكرايب وبس، خير راح سولفنا. ليتس جو بيبي. قبل ما نبلش الفيديو في احجيه بعثت لنا اياها الشركه، نحن البارتنر، حتى نفرجيكم اياها، فلنشوف مين الذكي عندنا يا اخوان اللي حيفك هيدي الاحجيه، رح تبين قدامكم يعني على شكل جلتش. فاللي عرف يحل هاي الاحجيه يحط لنا اسفل بالتعليقات واني حرد عليه. بدايه مثل ما تعودنا على ايباكس ليجند موبايل بكل ابديت لازم يكون في شخصيه جديده مثل فرض الصلاه، وهالشخصيه مثل ما بتعرفوا اللي اسمها كريبتو هي اللي حتنزل بالابديت الجاي. هاي الشخصيه يا اخوان من افضل شخصيات ايباكس ليجند موبايل، في كتير ناس حطوا لي اسفل بالتعليقات ما بيعرفوا شو بتعمل هالشخصيه. هاي الشخصيه يا اخوان الابيليتي تبعها الصغيره هي الدرون اللي بالسما. طب هالدرون شو بتعمل؟ هاي الدرون يا اخوان بتعمل لك سكان للانمي، بتعمل لك سكان لللوت، للبويب، للافخاخ، صوروا لحدوان. ومش بس هيك، فيك تتحكم يعني بقلب الدرون، وبس تتحكم فيها فيك تعمل، فيك تاخذ مثلا تروح تمشيها مثلا بعيد عنك 200 متر اذا كان رفيقك ميت، بدل ما انت تروح لعند رفيقك تجيب له البطاقه، لا بتبعت الدرون بتجيب البطاقه وبتعمل له ريسبون من دون ما يكون في مخاطره. شيء جدا اسطوري يا اخوان. وكمان فيك تفتح السنادق بقلبه، يعني حتى كمان هيدي الدرون بتعطيك وان في لوت مرتب. اخ شيء جدا يا اخوان اسطوري هيدي هيدا الليجند. كمان الابيليتي الكبيره تبعه هو انفجار هيك كهربائي. هيدا الانفجار بيعمل بالعدو بنقص له 50 من الشيلد او من الدرع، وكمان ببطئ له حركته، فبيكون عندك افضليه على الانمي، يعني انت بتكون حركتك اسرع من حركه الانمي لانه هو عنده بطء. بس كمان في له سلبيه انه كمان بتنقص لك دمك، وحتى اذا كانوا رفقاتك قريبين منه لهيدا الانفجار الكهربائي كمان بينقص دمهم. فيا اخوان في له سلبيات وفي له ايجابيات لهيدي القدره. هلا خلصنا من كريبتو من روعه كينجز كانيون اللي هي صار فيه تغيير جدا بسيط لا يذكر، مش هيحكي عنه لانه اصلا ما بيحتاجش. وكالعاده يعني حيالله ابديت بده يكون في معه باتل باس جديد، بس يا اخوان مش عارفانين بقلب اللعبه حاطين لنا ب 28 الشهر رح ينزل باتل باس الجديد. بس يا اخوان على قناتهم الرسميه حاطين انه على بكره، يعني اليوم 23 الشهر، على بكره ب 24 الشهر رح ينزل الابديت، يعني حينزل تعديل الخريطه ورح ينزل كمان الليجند الجديد واكيد الباتل باس الجديد. فما بعرف هل 28 الشهر ليتجدد الباتل باس او بكره، حطوا ناس بالتعليقات اذا بتعرفوا يعني. فيا اخوان انه هيدا هو الابديت، ايه هيدا هو الابديت بس. يعني يا اخوان نطرونا قديش بتعرفوا، اخروا الباتل باس، يعني كان الباتل باس من اسبوعين ثلاثه لازم يخلص، اخروا لنا اياه هيك لله بالله ما في شيء، يعني هيك لقينا فجاه انه تمدد الباتل باس حتى يخلص. طلعت انا هيك انه معقول الشركه عم تفكر تفاجئنا او عم تعمل لنا شيء توب او عم تعمل اوبتمايزيشن لباقي الاجهزه. فتنا على الموقع الرسمي شفنا شو حلان، في حلان كتير مشاكل، يعني يعطيهم العافيه، حلان كتير مشاكل بالابيليتي بالكتير ليجند، في كمان حتى هيدا الجلتش تبع هيدي لوبا، الليجند لوبا اكيد بتعرفوها، في عندها جلتش كتير مشهور وكتير الناس عم يعملوه، حلوا لنا اياه الحمد لله. بس يا اخوان بس كل هالتمديد وكل هالتاخير بس هيك؟ يعني يا اخوان انا كبارتنر مع ايباكس ليجند موبايل يعني بعثت لهم قلت لهم الماس ميتي على رانكد مود لمالتي بلاير. المالتي بلاير مثل ما بتعرفوا شيء اساسي بحيالله لعبه باتل رويال، يعني ما فيكش لعبه تجيبها بس باتل رويال بدون مالتي بلاير. المالتي بلاير ما بتحط له قيمه الا لتجيب رانكد مود له، مثل كود موبايل. كود موبايل في له رانكد مود للباتل شو اسمه للباتل رويال، وفي رانكد مود للمالتي بلاير، بس اكثر شيء الناس بتلعب كود موبايل شو هو؟ مالتي بلاير. وثلاث ارباع اصلا الناس اللي بتلعب ايباكس ليجند موبايل هن ناس جايين من كود موبايل، فتصور انه تجيب لهم رانكد مود على المالتي بلاير فاللعبه يعني دغري يعني بيزيد لعيبتها بشكل مش طبيعي. يعني يا اخوان انا هلا وصلت بريداتور شو بعد بعمل؟ ما بعملش شيء، بترك اللعبه هاي بكل بساطه. بس اما لو في مالتي بلاير بلعب المالتي بلاير. ضليتني نق عليهم يا اخوان نق 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 عليهم وما كانوا يردوا علي خبر. حكايه على الكوميونتي الاجنبي وعلى الكوميونتي العربي ولا حياه اللي من تنادي. الرانكد مود ما بعتقدش رح ينزل اصلا بهالاورب لانه شكله بده شغل عندهم. هلا هاي خلصناها، حطوا لنا بقلب فيديو التحديث كمان انه قال في جن جيم وفي مدري شو هاك مود الهاك، مع انه هودي نزلان بالابديت الماضي ما بعرف ليش عم يخبصوا، انه ما فيش كثير شغلات زياده، صاروا انه عم يزيدوا شغلات من قبل انه بس لحتى انه يكبروا فيديو الابديت.
للصراحة يا اخوان كان الابديت على اساس انه اخراه، قلنا حيجيبوا شي توب، جيبوا شي فوتوشوب. فبس يا اخوان يعني بديش سم بدني حتى يعني ابل، يعني اذا معكم خبر، معكم خبر انه كل الهواتف كل التليفونات تمشي ايباكس سجن موبايل عليها 60 فريم الا الايفون 13 برو ماكس. ليش الايفون 13 برو ماكس بقى تمشي عليها اللعبه 120 فريم، مع انه الايباد برو 2021 معالج الاموان اقوى من الايفون 13 برو ماكس، بس ما بتمشي عليها اللعبه 120 فريم. كمان بالايميوليتر كانت ماشي اللعبه 120 فريم، وقفوا لنا 120 فريم. واللي ما بيعرف ايباكس ليجند موبايل مليان هكرات، الحمد لله ايباكس ليجند موبايل وعدونا انه حتنشل الهكرات، بس هل بتصدقون الهكرات يا اخوان محترفين بشكل مش طبيعي، من ايام ببجي مباصر عندهم خبره قويه، فحيلا لعبه بيشوفوها بيحطوا لها دغري ودغري بيعملوا لها هاك، خاصه الباي باس الايميوليتر، يعني تصوروا الايميوليتر صار فيه فوت ضد تليفونات، فهذا الشيء ابدا ابدا مش مقبول. حتى في كتير ناس يعني يوتيوبريه عندهم هكرات واضح انه هكرات ومش عم يتبندوا، فالهاك صار مسيطر تقريبا على 3 ارباع البريداتور هاود بالتوب، 3 ارباع هكرات، فهذا الشيء جدا مزعج. وسيناريو ببجي موبايل رجع تكرر، هذا الشيء جدا مزعج يا اخوان، جدا بيقهرني كلاعب ايباكس. يعني صحيح ما بنزلش عنا على اليوتيوب انه ما بتجيبش مشاهدات، بس بلعبها تحت اللايف، بس اخوان هذا الشيء جدا جدا هيك بيعبي لك مخك هيك قهر وازعاج منا للعبه. فشو بدي احكي لكم يا اخوان، الايميوليتر كمان يعني ساعه بيقولوا لنا نحن مش دعمان الايميوليتر وساعه بيدعمه، فتقريبا على الجيم لوب المحاكي اذا انت ما كنت ذكي وقعد ظبطت السيتنج ما بيمشيش الحال. فوالله ماني عارفين على ايباكس ليجند موبايل متحيرين بدهم ينزلوها محاكي ولا بدهم ينزلوها محاكي، فحطوها بالنص يلا بننزلها محاكي مع شويه مشاكل. والله العظيم يا اخوان يعني في عندي كتير اسئله وكتير تعجبات من هالشركه، والله اللعبه افش اجمل منها، ممتعه بشكل مش طبيعي، بالاخر يقتلوها من ورا هالغبا. يعني نيو ستيت اوكي شركه غبيه، بس كمان شكلها كمان شركه اي اي كمان شركه غبيه من اللي عم تعمله. يعني يا اخوان شو بدي اخبركم، اعلانات كل الاعلانات اللي عملوها كل التعب اللي عملوها هيك براح على الفاضي، يعني تقريبا ضل اليوتيوب العربي وحتى الاجنبي هيك فترة كاملة كل اليوتيوبرية قاعدين عم ينقوا وعم يحكوا على تويتر انه تركنا اللعبة وقصص. هل هذا بسبب انه اليوتيوبر او شيء؟ لا، الشركة المسؤولة عن الموضوع. والله يا اخوان الحلاس كتير وبيطول وانزعاج وواحد، اللعبة حلوة والله حرام تموت. ما والله ما بعرف يا اخوان، يعني لو في حدا مثلا هيك بتنقوا كتير على الشركة هيك تضغطوا عليها للشركة ويخلصونا بقى، يعني يحسنونا الموضوع. بعده لحد هلا الجرافيك بايباكس ليجند موبايل مش منيح بالمرة، ببجي موبايل مثلا إذا حطيتها على أزبل جرافيك 90 فريم أو حتى 60 فريم تلعب جرافيك مقبول. لا عندك بأيباكس إذا بتحط أزبل جرافيك كتير كتير مقرف، ما بتطيق اللعبة عليها للعبة. وحتى كمان بالنيو ستيت بعده نفس الشيء، إذا بتحط على أزبل جرافيك ما بتلعب اللعبة، بس ببجي موبايل إذا بتحط أزبل جرافيك بتلعب اللعبة بشكل حلو وكتير مستمتع. آخ يا أخوين آخ، يعني شو بدي اخبركم، شكله منصه الموبايل بعد يعني بعد النوبات، اللي ما بيعرفش منيت نوب مش نوب يعني مستجد، فثلاث ارباع شركات الالعاب القادمين هلا على الالعاب الموبايل هن مستجدين، فما عندهمش خبره شكلهم على اللعبه، مع انه انا كنت مفكر انه يعني انا بعتقد انه شركه تنسنت هي اللي طورت ايبكس، بس ليش خير الله اعلم. فبس يا اخوانا بديش شم بدني وشم بدنكم، يعني نطرين الابديت ان شاء الله يكون فاي هيك يعني شيء تحسن، بس ما بتوقعش يعني كل هالقد اللعبه حترجع تطلع مثل العاده، تطلع شوي بعد الابديت بترجع بتنزل. فبس اذا المره بتشوفنا على يوتيوب نقاط لايك وسبسكرايب وبس، سلام يو.